نتمنى من الركاب، وهذا شيء الآن إحنا متشددين فيه، ربما إذا تقولين شيء حصري أقوله الآن. تفضل. إحنا راح نطبق وبشدة موضوع إغلاق الكاونتر ساعة قبل موعد الطيارة وعشرين دقيقة قبل إغلاق البوابة. التزامنا بهذا سوف يجر على طول التزامنا بالموعد، ونأمل من ركابنا الكرام انهم يعني ياخذون بالاعتبار قصه الازدحام الان. وانت رايح المطار السيارات قامت توقف قبل الجسر، صحيح، مسافات طويله، فيقدرون يروحون مبكر يعني. وبعدين سوينا الان احنا خدمه الوزن المبكر، صحيح، اللي يم المبنى الرئيسي الكويتي. هذه قبل حبليله، هذه قبل 24 ساعه الى قبل 4 ساعات. ودي اغراضك حتى سميناها اوزن الان وسافر بعدين. ود أغراضك وانت مرتاح، خذ البوردنج باص مالك وتعال حتى لو ثاني يوم، انه احنا نوصلهم. زائد انك اذا بتروح المطار يعني احسب حسابك 3 ساعات مثلا علشان تخلص وتكون جاهز انك تركب الطيارة. لما احنا مشكلتنا ان الركاب ينتثرون في كثير من الاحيان في المطار، والنداء الاول والنداء الثاني ما حد يسمع لك، فانت ما تقدر تطير، واكو ركاب ما يو لان اغراضهم لازم تنزلها، وهذا اللي ياخر الطيارات. صحيح. فهذه مساله احنا راح نتشدد فيها لصالح الركاب.